للمزيد حول هذه الاحتفالية لدعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب ينضم إلي عبر الهاتف من هناك الإعلامي خالد راضي من قطاع غزة. سيد خالد، أهلا بك معنا في أون لايف. يعني ما الذي تشكل من أهمية تنظيم هذه الاحتفالية؟ ما الرسالة التي يحاول أو حاول الغزيون توصيلها في هذا التوقيت سواء إلى داخل مصر أو إلى العالم خارجها؟ نعم، هو حقيقة يعني ما جرى اليوم من مهرجان شكل لمسة وفاء من الفلسطينيين لمصر التي قالوا أنها كانت وما زالت الشقيقة الكبرى التي تحتضن آمال وآلام الشعب الفلسطيني. الإرهاب أدين له، وكان واضح جدا من كل الذين شاركوا في المهرجان من عشائر وقوى فلسطينية بما فيها قطبين، الفصائل الفلسطينية فتح وحماس. فعلا كان هناك وضوح بأن برفض كل ما يتعلق بما يتعرض له الشعب المصري والجيش المصري، وأن الإرهاب كما قلت لا دين له، ورفض واضح لكل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها الجيش المصري وتعرض له مصر. وكان واضح من الشعارات التي رددوها في هذا المهرجان حقيقة أن مصر ما دامت بخير فالقضية الفلسطينية بخير. الكل ركز في هذه الاحتفالية والمهرجان تضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وثمن الدور المصري خاصة الذي احتضن القضية الفلسطينية، واعتبروا أن مصر التي دافعت وما زالت تدافع وتحتضن الهموم الفلسطينية كان لابد من وقف التعزيز لحربها ضد الإرهاب ورفض الكل الفلسطيني بمجموعه الفصائل والعشائري وحتى المواطنين العاديين الذين احتشدوا حقيقة حول هذا المهرجان. كان كل يجمع على رفضه لهذه الحرب أو يجمع رفضه للإرهاب الذي تعرض له الجيش المصري وتعرض له مصر في هذه الأوقات الحرجة حقيقة من عمر القضية الفلسطينية التي احتضنتها مصر طوال سنوات كبيرة جدا. صحيح. طيب سيد خالد، كان لمسة وفاة. نعم سيد خالد، يعني في السنوات الأخيرة إلى حد ما تراجع أولوية القضية الفلسطينية على الإجندة العربية والإجندة الدولية أيضا، ورغم ذلك ورغم كل الظروف التي واجهتها مصر من تغيرات سياسية واقتصادية وإرهاب تواجه مصر سواء على الحدود مع غزة أو حتى في حدودها الأخرى والداخل، إلا أن مصر لم تغب عنها القضية الفلسطينية عن بالها أبدا، وفي الفترة الأخيرة خصوصا أيضا مع وجود الإدارة الأمريكية الجديدة، ومصر عازمة على الضغط على كل الأطراف الفاعلة لإيجاد حل وتسوية لهذا الصراع. فيما يخص أيضا تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، كيف تعولون على كل هذه الأدوار التي تلعبها مصر سواء فلسطينيا أو دوليا لمحاولة إيجاد حل لهذه القضية؟ هو لا شك ما تفضلت، المتغيرات الدولية والإقليمية فرضت معادلة جديدة في الواقع الفلسطيني، لربما يعني معادلة لم تكن اختيار الأطراف كلها بما فيها مصر وبما فيها القوى الفلسطينية وبما فيها القوى الإقليمية. لكن ما هو ملاحظ أنه بالرغم من هذه المتغيرات وبالرغم من الآلام اللي عاشتها المنطقة الفترة الأخيرة سياسيا، إلا أن الدور المصري كان واضح في احتضان القضية الفلسطينية، وما رآه الفلسطينيون في الفترة الأخيرة من تقارب وجهات النظر بين الفلسطينيين فصائلهم وما بين الدور المصري في احتضان القضية الفلسطينية ومحاولة التنفيذ من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذت، ورآها الفلسطينيون على أنها فعلا يعني إشارات وتلميحات إيجابية فيما يتعلق بتقارب جديد في العلاقة وتعزيز العلاقة المصرية الفلسطينية بالرغم من كل المتغيرات كما قلت والضغوط والخروج الأمريكية وإلى آخره، إلا أنه في المرحلة الأخيرة عادت مصر مرة أخرى لتحتضن القضية الفلسطينية بقوة ولتشارك بشكل فاعل جدا في تقريب وجهات النظر وفي التنفيذ عن الفلسطينيين. وأعتقد أنه الكل يرى أنه الأيام المقبلة حسب ما تحدث به المصريون السلطات المصرية فيما يتعلق بالمعبر والتسهيلات والعلاقة تقارب بين حماس في غزة مثلا وتيار الإصلاح لحركة فتح اليقود محمد دحلان وكل ما يتعلق بهذه المعادلة، أعتقد أنه يعني سنشهد يمكن مرحلة جديدة في العلاقة تقفز عن كل المتغيرات وأثارها السلبية في المعادلة السياسية الفلسطينية.
طيب سيد خالد، يعني مغايرة الحقيقة وخلافا للحقيقة، دور مصر داخل قطاع غزة، فكرة أنه أحيانا يكون هناك أي نوع من أنواع التأمينات أو الضغوط الأمنية التي تدفع مصر إلى غلق المعبر، ورغم ذلك لم تتأخر مصر أبدا عن تاريخها في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تخفيف الحصار الذي يمارسه قوات الاحتلال عليه من إدخال مواد غذائية، تأمين المحروقات، الطاقة الكهربائية وما غير ذلك. أنتم في غزة كيف تقيمون دور مصر لديكم في قطاع غزة؟ حقيقة برغم الواقع اللي كما قلت لم يكن اختيار الطرفين للمصريين والفلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين يقدرون تماما الأزمات الأمنية التي تعيشها حدود مصر، ويقدرون تماما ما تمر به مصر في حرب ضد الإرهاب وفي مناطق سيناء ومناطق العريش والمناطق المتاخمة لحدود فلسطين. وأعتقد أنه هذا يعني له مبرر، الفلسطينيون تماما يدركون أن هناك دواعي أمنية، وإن كانت هذه الدواعي في كثير من المرات ترهق حتى الكاهن الفلسطيني، خاصة في ظل إغلاق المعابر المستمر، إلا أنهم يبردون من الجانب المصري ويأملون فعلا أنه يعني هذه الأمور لا تطول، خاصة بعد وعود السلطات المصرية أنه هذه سنتغلب عليها في المرات السابقة. في القطاع المواطن العادي يتعامل لا شك يعني بشكل أو بآخر مع هذه الإجراءات، ولكن في النهاية ويدرك تماما الدور المصري في المحافظة على أولوية التعامل مع القضية الفلسطينية، بغض النظر كما قلت عن كثير من الأمور التي يعني تكون ناتجة في الغالب عن الضغوط التي يعيشها القطاع جراء الحصار المتواصل، وأمله بأنه الجانب المصري أيضا يتفهم هذه الضغوط ويتفهم الحصار الذي يعيش، ويشكل من خلال المعبر المتنفس الوحيد على العالم الخارجي بسكان قطاع غزة. لكن في إطار ما يدرك الفلسطينيون أن المعادلة السياسية لها مدخلات ولها مخرجات، والمدخلات بتكون صعبة كثير في كثير من المرات، خاصة في ظل المتغيرات والمعادلات الإقليمية والضغوط والوضع الأمني اللي تمر به مصر. يأمرون دائما أن تتواصل هذه الجهات. في الفترة الأخيرة شهدنا لا شك في القطاع تحسن كبير جدا كمواطنين وكإعلاميين متابعين، ما يتعلق بإدخال الوقود، ما يتعلق بفتح المعبر، ما يتعلق بالوعود في الأيام القادمة. هذا لمسه الفلسطيني العادي حتى في الشارع الفلسطيني، لمسه بشكل إيجابي جدا، ويأمل فعلا أن تتواصل هذه الجهود مقدرا كل الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على الأمن. وأعتقد أنه أيضا في غزة هناك إجراءات تتخذ حفاظا على أمن الجانب المصري كما جرى في الاتفاقات الأخيرة. أعتقد أنه هذه يعني في المرحلة القادمة سيشهد المواطن، نأمل أن يشهد المواطن إيفاء للوعود كلها اللي صدرت من الطرفين في غزة وفي مصر، حتى يستطيع فعلا أنه يتنفس أكثر في حالة الحصار اللي بيعيشها اليوم. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من غزة الإعلامي خالد رادي، حدثني عبر الهاتف.